اهلا يا جماعه الخير، تونا واصلين. يا جماعه عندكم 23 كيلو بس. مخده يا جماعه، قصدي الوي مخده، اي انه مخده. فطلبنا الحين بناكل بيض واشياء قبل لا ننطلق بطيارتنا، والحلو مني بالطيران داخلي رخاص تذاكر. اهلا يا جماعة الخير، تونا واصلين منطقة اوهاكا. هذه المنطقة موجودة في المكسيك. أغلب شيء الموجود هني يعني منطقة محلية بحتة، بس الحلو الفندق اللي قاعدين فيه هم هو نفس بوتيك هوتيل، بس هو بارت أوف ميوزيوم، أو مثل ما نقول هو يعني كان مكان تاريخي وصار متحف. يعني شكله شوفوا يعني شقول، واو الجمال. بديش وياكم هني مسوين جاليري زين. أبوي أنا أحب الفن، شوفوا والله العظيم نار قوي. المنطقة ترى ما فيها سياح، بس احنا بالطيارة كلها مكسيكان، بس احنا اللي موجودين هنا. فحبيت قوي يعني كل شيء موجود هو اصلي، يعني ما رموه. شوفوا هذا الجزء اتوقع الصوب يسوون له، مو اتوقع هنا هذا الجزء يعني يسوون فيه يعني افراح تحجزونها، مناسبات. اوه في بارت هناك اوتسايد. هذه الغرفة حلوة الحنفية، ترى انا احب كذي ستايل. شوفوا جميلة. ما لبست توني افطن على شيء، ان كل الصابون والاشياء فرقاموا. تخيلوا انصدمت كشخة. انا اقول طاع والله يعني من النزاكة. خل اوريكم كل شيء. حاطين معجون، حدهم خوش ناس وايت بعد والله فاهمين هالفرشة. اوكي فس الدنيا والله باي. دفرش كل يوم حمامكم تتمكيجون. اوكي يا جماعة الخير، بدلنا الحين وتشوفون طبعا ما زالت اللوحات مستمرة وراي وكشخنا. طبعا بدلتي تينن، راح احط لكم تاج من وين بالاكاونت مال الانستغرام. اذا ما لقيت الصور حسيت صار لويا، دشوا هاشتاج اسمه لولوا ان مكسيكو، راح القاه مني موجود. المهم دشوا وشوفوا كل شيء، في تفاصيل وايد وحتى اغلب بدلاتي. المهم حاليا بننطلق بهذه المدينة البسيطة اللي فيها وايد معالم تشوق عشان نكتشفها مع بعض. يا جماعة شوفوا يهبلون نوتات على فريدا، يشوقون حيل انه هو هاند ميد، والورق الداخلي مالهم هني يعني سوفينير شوب. حلو كذي اللي حلو حق خط، يعني اللي يحب يكتب خط، لان انا احب اكتب خط عربي ساعات، حسه حلوين يعني ان الواحد يمارس خط العربي مني. حبيتهم ريحتهم كذي، تحسون شكلي باخذ واحد. أبا هذا بعد ينا، شوفوا في هذا الشكل، في هذا الشكل. أخاف حصة تبي يعني تطنقر عليك، شنو باخذ لها واحد. الأشياء ملوتهم هني بالمحل مالهم، يعني شوفوا هذا لا على حصان، عمري ما شفت على حصان. خيوط فوق المحل كله ألوان. هذا الزل المكسيكي شحلاته، حرص كل ما أسافر دول أروح شي أماكن وأشتري قلوب غريبة عشان لا عشان ما حد يلبس نفسي. والله يعني لا مو بس هذا السبب، سبب احب اكون يونيك. فهاند ميد يسوونه هم، بالنسبه لي هذا الشيء يشوق. في الوان ثانيه مني ثلاثه، فاحس الاصفر يعني بس كلام اكتب علي يعني. احس هذا انزك، اي هذا ارقى، اي اللبس مع شيء ابيض مع اسود ساده. شي يا جماعة يعني لا تستهينون بالسوفينيرز. حلو عجيب باخذه، بس ترى مو رخص وايد، 300 خمسة دنانير سعره، بس انها هاند ميد وحلو يستاهل. وايد عجبني، راح اخذه انا، بالنسبة لي شيء يونيك اخذه. ولا في ملابس هني، انا اقول جماعة تطشروا، وينكم
عندهم من رايت right? إيه المهم رفيش تقولي إن هذا ينن عليك والله أقوله ستايل صدق أنا وي قلت لك نوار ياير حلو هذا حزم هذه المنطقة وهاكا وايد مشهورة بالشوكولات فتشوفوه مني كل الأنواع والأشكال شوقون هذا بندق تشوفه شني باخذ أجرب كم سعره شلون أعرف السعر إيكاهو في 78 يعني دينار وشي المهم شني باخذ هذا أصغر نجرب قبل أن نغامر بالله ما عجبني حرام ينقض بعد نعمة الله إيه هذا 43 أحب أصور قهوة فشفت هذيلة أبي شوقون يا جماعة ما شاخذ أنا يعني قررت إني ما أكود يعني هذه السفرة أنا أقل شيء قاعد أشتري فما أبي أكود تقولي خذهم كلهم لو إن شاء الله بمية فلس السالفة مو بالسعر بالتكود ما أبي شوق ينن تحسون هذا أدري أنتم ما شلون راح تقولوا لي بس تحسون صدق شنو اللي عجبكم أكثر واحد راح أحط تصويت الأصفر إنزين ولا البنفسجي ولا الكركمي ولا الأحمر الحين بواحد من أشهر الشوارع اللي موجودة بهذه المنطقة الحلو إن بهذا الشارع مسكر كل شيء عشان تقدر الناس تمر وفي محلات والحلو إن المدينة هذه وايد 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 ذكرتني بأجواء رومانيا على روما على شوية يعني لا وايد أوروبا أحس شيء عشان طابع الاستعماري مال إسبانيا يا جماعة لا يمكن هم يسمونه يس يس هذا شنو تشيز تشيز يا يس يا جماعة طاعة ومن أول يوم يقولون ذرة ينن هني عندهم فأخيرا خذينا لتل ليمون طعشان يرشة مع الذرة قوية صدق قالوا جربوا المهم هذه من أشهر الكنائس اللي موجودة هني هذا السنتر مالهم هني فرقة موسيقية بالليل وبعد شوي وهذه الساين مال المدينة تشوفونها المهم بس أهم شيء هني الكنيسة الأجواء مني حلوة هني المكان يشوق ويعتبر هي مدينة أثرية تاريخية يرجع البنيان والطراز اللي فيها أكثر من 500 سنة وأغلب الأشياء اللي تشوفونها مباني هو الحجري الجيري ركبنا باص صغير اسمه الواوا estuvieron las oficinas del Real Estado que manejaban las rentas de productos tiene una superficie total de 1700 escuela de medicina su interior su recámara aquellos tiempos a la diosa Centauri para borrar esta fiesta para قاعد ترقص قاعد صور ميركادو 20 هو مثل ماركت كبير في محلات واشياء وهم في لوكال ماركت حق الاكل واشهر شيء مني يشتهرون فيه الشوكلت الشوكلت في كاكاو وتقمصونه بخبز
الاشياء تشتهر فيها هذه منطقه الكاكاو مثل ما قلت، وايضا هم يشتهرون بالاشياء مثل الخنفسانه ياكلونها، الدود، اشياء شي صغيره. والله اول مره اشوف الحين مكسيك، هذه اول منطقه اشوف انهم ياكلون هذه الاشياء الصغيره. حتى عندهم فواكه بكل مكان، فمع الفواكه ياكلون الصوص المكسيكي، صوص مكسيكي سبايسي تشيلي، كل هذه الاشياء لازم عندهم شيء اساسي مع الفواكه. تخيله والله، هو شي كركم مش خربطون بس حلو. من اشهر محلات الايس كريم عندهم يشتهر بالايس كريم الطبيعي، فاخذت ووتر ميلون بالاسباني سيندا. وصلنا الحديقة ونظامهم تذاكر التذكرة في باللغتين الإسباني والإنجليزي. للأسف هم أيام مختلفة، ثلاثة أيام إنجليزي ثلاثة أيام إسباني، فإحنا جايين بالإسباني. بس هي الحديقة حتى ما تحتاج تور جايد، بس أنتم مضطرين، فإحنا راح نتمشى بالأجواء الموجودة ونصور. وهذه التذكرة خذين بالإسباني اللي هي ب50، لأن إحنا بنسافر باكر وباكر إنجليزي، فإحنا هدفنا بالنهاية إن إحنا نصور بس. الحديقة تشتهر بجميع أنواع الصبارات، حتى يعني تشوق. إحنا بداية الطريق وراح ندش وراح أوريكم الأجواء. Pero muchísimas gracias. ¿De dónde sale tanta agua? Para regar las plantas. ما شاء الله يا جماعة، عطش كبرها. شوف دش بصبعي 4 شوكات صبار. يحرق يحرق يحرق. شوي كتوبتشي والله. مثل ما امريكا دايم تشوه صورة المكسيك، مني بالمكسيك احسن شيء تبون ياكم يورو وتصرفون الدولار، وايد ينزلون السعر وايد وايد، بس اليورو والفرق مو وايد. بس لان اتوقع، والله اتوقع، لان ما يحبون، لا مو اتوقع، هذا الواقع، هم ما يحبون الاسبان، ما يحبون الاسبان ولا الامريكان. لاحظت اكثر مكان، لان في فندق كشخه قعدناه هنا يقول لي ما اخذ دولار. شلون تاخذ دولار؟ كلهم قاعد ياخذون من القهوة. فهمتوا؟ فاحسن شيء حق الصرف انكم تجيبون معاكم يورو. شنو؟ بطل؟